الفنانة بسنت شوقي متابعيها عبر السوشيال ميديا احتفالها بعيد الحب مع زوجها محمد فراج، ونشرت بسنت مقطع فيديو مجمع لها مع زوجها عبر انستجرام وعلقت كل سنة وانت حبيبي، كل عيد حب وانت الحب، يا رب ما نتخانق بعد الفيديو ده. وظهرت بسنت في الفيديو مرتدية فستان جري وهي ترقص مع زوجها محمد فراج الذي شاركها الرقص، ثم تقوم بسنت بعدها بتقبيلة. ونهلت تعليقات الجمهور على الفيديو، وجاءت التعليقات حلوين جدا، الله يخليكم لبعض، بسم الله ما شاء الله، تبارك الرحمن، سكر ما شاء الله، بحبكم وحشتوني، وإلى آخر التعليقات. يذكر أن آخر أعمال بسنت شوقي قصة السلعوة ضمن أحداث مسلسل كابوس بطولة نبيل عيسى، خالد أنوار، أحمد السعيد، تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد.